في معركة من المعارك اللي كان قائدها خالد بن الوليد حصل موقف غريب جدا. خالد انتصر وما تبقاش إلا مجموعة أخيرة من الجيش المهزوم. قدر جيش خالد إن هو يحصره، لكن قبل ما الجيش يهم بالقضاء عليه خالد أصدر لجيشه أمر مش مفهوم، تغيير في الخطة كانت نتيجته فتح ثغرة. قدرت الجنود المتبقية فلول جيش العدو إن هي تهرب منها. القادة اللي مع خالد ما فهموش سبب الأمر، فلما رجعوه بعد كده خالد قال لهم أخطر جندي في أي حرب هو الجندي اللي ما عندوش حاجة يخسرها، المتحاصر. بيضرب وقتها ضربته الأخيرة ببأس وعنف، وبياخد قرارات غير متوقعة، مرهق عشان تقضي عليه. ممكن تخسر من جيشك ورجالتك عدد، مفيش أخطر ولا أعنف ولا أشد من الجندي ده. نفتح له ثغرة يهرب منها، يحافظ على حياته وبعض من ماء وجهه، نسيبه يفتكر ان هو نجا بشطارته او حتى بغبائي، مش مهم، كده كده معركتنا خلصت وانتصرنا. الحقيقة ان استراتيجية الثغرة اللي اخترعها خالد مش بس بتنفع في الحرب، ده كمان مهمة جدا في علاقاتنا الاجتماعية، وبتوفر علينا جهد وطاقة وتحمينا من قفزة البائس وضربة قليل الحيلة واللي في الغالب بتكون قوية وغير متوقعة. في علاقتنا بشركاء حياتنا، شركائنا في الحياة حتى في المطلق، أوقات بنختلف معاهم كتير، بنختلف معاهم بيدور نقاش وجدال وشد وجذب، بيبان في بعض الأوقات تراجع منهم عن موقفهم أو محاولة للتملص، لكن بعضنا بيصر على محاصرته وإدانته إدانة كاملة، وتكون النتيجة إنه بيعافر وربما يرمي الكورة في ملعب تاني عشان يهرب، ومع إصرارنا عن محاصرته وإدانته ممكن ينفجر أو يهدم العلاقة على دماغه ودماغنا، يسيء لينا بشراسة، بيتطور النقاش والجدال، بينتهي بتجريح ووجع وخصام. في علاقتك بمراتك أوقات بتصر إن هي غلطانة، تقولك ما أقصدش وأنت تقولها لا تقصدي، تقولك ما قلتش وأنت تجري تجيب الدليل، تحاصرها ما تسيبلهاش أي منفذ أو مخرج تحافظ بيه على شكلها فتنفجر وتقول كلام يوجع، المسألة بتتطور، الحدوتة بتكبر ويجي الخصام. أو تحاصر جوزك وتصري على إثبات إن هو غلطان، يحاول يبرر، يحاول يجيب حتى لو بيكذب، وانت حريصة على لف الحبل حوالين رقبته، وتكون النتيجة انفجار. وارد جدا يوصلنا لأسوأ نقطة ممكن. الإنجليز عندهم مثل بيقول لا تسألني فأكذبك، يقصدوا ما تسألش حد وانت عارف ان الإجابة الصحيحة مش هتتقال، عشان ما تضطرهوش انه يكذب ويلف ويدور فتضطر انت تواجه وتبقى المشكلة مشكلتين. هتقولي طب ما يعترف بخطأ ويبقى الموضوع خلص باللف والدهران والانفجار. هقولك مش كل الناس عندها ثقافة الاعتذار والتراجع، خصوصا لما الشخص يتورط في كذبة صغيرة يبرر بيها موقف ما. وارد تكون الكذبة دي عشان ما تزعلش، او ان اعترافه هيسبب له حرج، او مش هيعرف يبرر هو ليه عمل كده. محدش بيحب يبان لا ضعيف ولا سيء ولا غلطان. هنا بيجي دور الذكاء في العلاقات، الوقوف عند كل غلطة، سواء مع ابنك او شريك حياتك او جارك او زميلك في الشغل، مش هيظهر قوتك ولا انك الصح وهم الغلط، لا. الحياة بتحتاج تغافل وتغابي وانك تعمل من بنها. صدقني مش كل حاجة حلو انك تصر دايما على اثبات انك صح، مش هتبقى حلو. الامام جعفر الصادق كان بيقول عظموا اقداركم بالتغافل. الامام احمد بن حنبل بيقول 9 أعشار حسن الخلق في التغافل. ايوة الراجل الكبير ما بيركزش دايما، بالعكس ده اللي عامل نفسه مش واخد باله، اللي ودى وشه الناحية التانية وسمح بتمرير الغلطة او الاساءة او الهنة، لكن اللي واقف لاخوها الوحدة، اللي بيحاصر شريكه، اللي عامل لي فيها صارم وقاسي وبيوقف عند كل سقطة ولقطة
الناس بتخاف منه وبتتجنبه حتى لو كان صح. خالد كان بعد ما ينتصر يحافظ على جيشه. والإنسان العاقل، الإنسان الواعي، لازم يحافظ على علاقاته بشوية عبط. اعمل انك مسمعتش وانك مشوفتش وانك مش واخد بالك. طبعا الكلام ده مش في الحقوق ولا في الأصول ولا في اللي يستاهل وقف، بس اوزن دايما الفايدة. لقيته عارف غلطه، خلاص اسمح له بصغرة يحافظ بيها على ماء وجهه. بيكابر، عديها، ما توقفش عليها في كل مرة. بلاش تكتف الناس بالغلط، بلاش تتقل ظهرهم، بلاش تطلعهم وحشين. حاول تساعده في انه هو يساعد نفسه. الناس بتحب تكون عند حسن الظن. طول ما انت مصر على اثبات سوءه، فللاسف انت ما سمحتلوش بطريق تاني غير انه يجيلك وش في وش. وصدقني حتى لو انت صح وهو غلط، المحصلة النهائية مش هتبقى حلو. اعمل اهبل وانت مش اهبل، اعمل انك مش مركز وانت مركز. وردد مع الشاعر: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي.